ايوه وسهلا مشبعي ومشاهدي من مباشره من حي مولاي رشيد. حي مولاي رشيد اللي تيسركروا هذه الجريمه اللي صبحوا عليها هذا الصباح. خالتي عاودي لينا كيفاش عينك وكيفاش تلقيتوا الخبر؟ سمعنا اخويا سمعنا من كتجي الشرطه، انا كحارسه في الزنقه هنايا اي حاجه غادي نعرفها، فهمتي؟ كي جات بنتها وولدها سولوني، قال لي امي رشيده واش ما داش عليك من هنايا، ركبت حتى هي امو كطرقني انايا، عندي قريطه انايا حدا الزنقه ديالهم عساسه، كطرقني انايا كنسولها على الاب ديالها مشدود في الحبس، كتبقى تعاود لي على الظروف ديال الابناء ديالها، هي اللي كنعرف عليها مرا طيبه، فهمتي اخويا؟ ما فيهاش ماشي مرا فاسقه ولا غير اللي غيدير لها هذه الحاله، مرا طيبه فهمتي، مرا طيبه ماشي مرا فاسقه ولا غنقولوا خارجه دين الله. هذاك السيد ما كيبانش مري بحال ما كيخرج، العزله مغول ما كيخرج، شوف الشراجم ديالو ما كيحلهمش، الريدو ما كيطلعوش، صافي كيمشي للمسيره كيجي الموتور كيهزو ما كيتجمعش مع الناس، ما كيقول السلام حدو حد الموتور المسيره لدارو، والعلم الله فين كيمشي ما كنعرفش. كيفاش اختفات؟ ما فهمتش كيفاش اختفات، حيت هو يا امي رشيده من اختفات اختفى هو بجوج وما بقاوش كيبانوا في دقه اه ما بقاش حتى هو، انا طالقه عيني معاه ما كيبانش ما بقاش حسو. اللي شافته عيني حق مول الحق، حتى غنقول الحق وكنطلب من الله وسيدنا الله ينصره محمد السادس، هذا لا كان داير شي حاجه لما رشيده ومعجب لها بالجثه ديالها، كنطلب ليه المؤبد هادشي من العلم الله، باش نقول لك لقاو الجثه ديالها العلم الله، جات الشرطه البارح مع شي جوج وشي حاجه طلعوه للدار عنده، قامت بالواجب ديالها العلم الله، ما غاداش يقولوا لي انا الامن غادي يعاودوا لي على داك الشيء. شحال ما بقيتيش في شي بحال هاد الجريمه؟ بحال هاد الجريمه علامات الساعه، فهمتي اخويا؟ علامات الساعه، حيت كون كانت فاطمه الزهراء كتشوف تيفي كتجي هنا غتشوف الشباب كتضيع، فهمتي؟ الشباب كل شيء خلطونا وسيدنا عطانا بغى نعم علينا الله ينصرو، واني ما متحديش مع بعضياتنا في الساكنه. ما معاونيش الشباب شي ضيع، ما دايرين لهم لا سوق، ما دايرين لهم والو، كيقول لك راش بقى واقف راس الدرب، راش واقف تدير لي سوق فين غيبيع ويشري؟ راه دايره عربه، دايره عربه، هي تلافت فيها، دايره عربه، كيجي مقدم كيقول لي حيد من هنا، حيت واقف قدام دار، ويديروا لهم سوق، انا قلبي عامر اخويا اللي جيت غنهضر راه غنجبد شي حاجه ما كايناش وغنولي نتكرم على بناتي. منتخبون باش يعاونوش. انا منتخبون يعني قرعه تاع الزيت وربعه تاع الحمص خليها عنده. ويدير لي سوق، طلعت سنانه تعطيني كرتونه، انا خديتها كرتونه قاش فيها قرع بوديده تاع الزيت بالسميه وفيها نص كيلو ديال الحمص وكرتونه تاع السكر والحليب سليم، عندي المشاش انا وانت دير لهم فاش دير لهم شي مبلغ. خالتي تتسكروا الجريمه اللي وقعات؟ انا ولا عندي بحال امي رشيده الله يعمرها دار، كون طلقوا لي انا الامن غنضيه قبل ما يدي الامن. لا ما نوصلوش للشيء، علاش؟ حيت هذاك مطرود من رحمه الله اللي غبر لها الشقف ديالها بحال هكا وليداتها، عندها جوج ولاد شافي الشيجن مصطفى وايوب، كنطلب من الله ومن سيدنا الله ينصرو زوينين ديال الدرويش كيبكيو عليهم في سباته، ماشي في مشروع الفضل، فين ما مشاو كيقولوا مصطفى الحال ديال الضعيف ديال الدرويش، فهمتي؟ كنطلب من الله وسيدنا الله ينصرو يرفق من حالهم، ما بقى لهم قد ما فات يرفق من حالهم على قبل الام ديالهم، راه لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي غنقول لك هما كدايرين لي اخويا الشهريه اللي شافت عيني وكبرت معاهم، عندي 42 عام في عمري، هذوك الناس لا عمرها دار، هادشي اللي غنقول لك، لا عمر لها الدار. الجريمه اللي وقعت هادشي المراه اختفت، كنعرف انا اختفت، هادشي اللي كنعرف، كنعرف اخويا انا اختفت امي رشيده صافي، هادشي اللي غنقول لك. كان جارتكم كانت مزيان؟ جارتنا سلام، من حدا الحانوت لدارها، ملي كتمشي للعمل ديالها كتركب في الموتور صافي، ولا كتجي عندي انا الكاريطه كتستاشر معايا على الهموم ديالها، حيت عندي خويا انا في الشيجن مع مصطفى ولده في مول البرقي، هادشي علاش عندي بها صله وكبرت معاها. شكون هذا؟ ما عندناش به الصله، ما عندناش، كنقول لك اخويا ما عندناش به الصله، فهمتي؟ ما عندناش به الصله، ما عندنا به تصيله،
فهمتي ما عندنا به تصيله هادشي اللي كنعرف فيه 15 يوم حتى هو 15 يوم حتى هو هي اختفى هو بجوج البارح جابوا البوليس جابوا جابوا الشرطه طلعوا الدار عادوا ما عارفين اش وقع ما عارفين اخويا اش وقع واش الامن كدير التحريات ديالها والله ينصر سيدنا محمد السادس اش اللي غنقول نشوف من حال الشباب انا وبقات فينا فهمتي امي رشيده ماشي بقات فينا راه بزاف واش غنبقى نبكي انا راه شفرت ماشي مرضيه زعما هزي ميكرو هو جا واحد قال لك عنده مرض حتى دكتور جويتي عنده مرض باش مريضه بالقلب انتم عمركم ما غتنظموا غتبقاوك مريضه باش مريضه بالقلب زعما كيكون عندها الزهايمر زهايمر وانتم مالك كديروا زهايمر او مربي العالمين اجاو خشاوكم انا كون خلاوكم ما براركم هادشي اللي غنقول اللي غنقول كانت باقا حيه الله يطول لها بالعمر لوليداتها ما كانت الله ياخذ فيه الحق هادشي اللي غنقول لك حيت انا ما غنقول لك شي حاجه خويا وانا ما شافتهاش عيني انا خاصني نقول لك شي حاجه اللي شافتها عيني بحال هادشي اللي قلت لك اللي كنقول لك دابا شايفاه عيني كنضل فيه كنشوف قدامي بزاف حوايج كيوقعوا الله يصاوب نقول لك من قله الفقر لا اله الا الله اكل الفقر بزاف الشباب اكثر يا شباب الشباب كتضيع اخويا بزاف شكرا.